الدماغ باش يخدم مزيان خاص الدم يكون كيدور مزيان، وبالتالي الدورة الدموية ديالي خاصني نرد ليها البال، حيت بعض المرات كتكون خدام حتى كتبلوكا وكيجيك القنط وكيمشي لك الحماس ديال الخدمه، وتقدر تبقى خدام ولا متبع الحصه مع الاستاذ ديالك، ولكن انت راك ماشي في هذا العالم، العقل ما كاينش، ما كتشد والو، حاضر غير جسديا. كيف ما كتوقع عليك في الصلاه بعض المرات ما كتبقاش عارف حتى شحال صليتي من ركعه، فما بالك بالخشوع. اذا باش تكون عندي نتيجه مزيانه وتحصيل جيد وفعاليه في العمل ديالي خاصني ندير مراقبه للدماغ ديالي. انت راك فحال شي وزين ولا اون ماشين، باش تخرج البرودوي مزيان خاص المانتونونس والكونترول ديما. دوكو ما كاينش غير الخدمه بوحديتها ونبقى عاصر اكثر من القياس، وانما خاصك تبقى تتمشى واحد 20 دقيقه ولا غير ربع ساعه في النهار. ما غاديش نقول لك سير لعب كره مع الدراري ولا سير لاصال دوز فيه ساعه ونص والخبيط، لا لا خويا، داكشي غير غادي يدقدقك ويعيك، وملي تجي تبغي تنعس والصباح ما تقدش تنوض. شحال دار الوقت بالسلامه مشى؟ انا تنقول لك دير الحاجه افيك اون موديراسيون. القياس اسيدي الدماغ ديالك يحتاج الاكسجين، غادي نتمشى شويه، ولا ما قدرتش ولا ما كانش عندي كيفاش ندير، غادي ندخل اليوتيوب ونكتب تمارين منزليه اللي تنشط الدوره الدمويه ولا تمارين التمدد. وبالاضافه لهادشي خاصك تعرف حتى شنو كتدخل لذاتك، ماشي غير خلط خلط ولا هذيك الماكله بالليل ونعس، لا ما خدامش هادشي، راه كلشي مرتبط. الا خدينا غير اللويزه والقهوه، شربتي اللويزه غادي ترخى وتنعس، شربتي القهوه غادي تبقى حل عينيك، وراه سي باغي مع جميع المشروبات الاخرين والوجبات. اي حاجه كناكلها نعرفها شنو غادي تعطيني وشنو غادي تزيدني من غير نعمر الامعاء ونشبع. اذا الا بغيتي النشاط والحيويه رد البال شنو كتدخل ذاتك، حاول تبقى تاخذ التمر في سكر طبيعي والحلاوه مزيانه للدماغ، ماشي حتى في ديك لا بيريود ديال الامتحانات والبريباراسيون، لا راه دابا كتقرا هادشي خصو يكون غادي معاك روتيني. بقى تاخذ ليمون غني بالفيتامين سي راه موجود، والرمان كثار منه. قد ما حاولت يكون عندك غذاء صحي ومتوازن قد ما غادي تحافظ على التركيز والاستيعاب لدراسك.